ديال النسخة 18 لجمعية الحي محمدي للألعاب قوى ديفولي حي محمدي لهذا العام دورة 18. وهذه المناسبة هي مناسبة احتفالات بعيد الميلاد الأميرة الجليلة لالا خديجة. وهذا العام تبارك الله كانوا عندنا عدة عدائين من خارج أرض الوطن، وتنتمناو من الله عز وجل إن شاء الله باش تكون الدورة 19 تكون في أحسن الظروف، وتنتمناو من الله عاوتاني باش الدورة 18 تكون من أحسن الدورات. ودورة 18 هذا العام راه كاينه من ضمن السباقات الاولين اللي كاينين في المغرب. انا كنشارك فيه، انا معاند مختار، كنبلغ من العمر 50 سنه وكنشارك في جميع السباقات سواء نصف الماراثون ولا السباقات على الطريق 10 كيلومترات و15 كيلومتر. وفي غالب الاحيان كنشارك بهذه الرساله اللي هي رساله تحسيسيه لجميع الساكنه سواء تعلق الامر بالساكنه في المغرب او حتى خارج المغرب، لان الماء هي قضية عالمية ومشي مغربية فقط. وكاع جميع الملتقيات الدولية والندوات والمؤتمرات اللي كدار حاليا سواء اللي كتعلق بالبيئة ولا الماء، كتحت دائما في الاقتصاد في الماء، لأن الاقتصاد في الماء هو اللي غيضمن لنا توفير المياه للأجيال القادمة، للأبناء والأحفاد إن شاء الله. الحمد لله استطعنا نفوزوا بهذا السباق اللي كان في المستوى وكان حسن التنظيم، والحمد لله كان استطعنا نفوزوا بفضل التدريب تاعنا وتغلبنا على اجود العدائين في الامطار الاخيره، وكان السباق ضعيف للغايه الحمد لله توفقنا فيه. على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.